رمضان يا ضيف وصلى الله تعالى عليه وعلى اله الذين خلاص في الارض وخير الخلائق بعد الانبياء اما بعد فيا ايها الناس واتقوا الله فان التوحيد راس الطهر واتقوا الله فان التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنه فان السنه تهدي الى الاطاعه ومن اطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى واياكم البدع فان البدعه تهدي الى المعصيه ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا وعليكم بالصدق فان الصدق يحيي والكذب يهلك وعليكم باليسار فان الله يحب المحسنين وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال تفاخرنا ولكم بالقران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى رواه كريم ملك مر وذكر رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشركهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان واعطاهم علي وفاطمه سيده نساء الجنه والحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه والحمد توصل الله واصل رسوله رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم واهم واكبر والله يعلم ما تصنعون.